أنا كل يوم بقول لها يا قلبي ويا روحي ويا عمري. مارس لو 8 مارس 8 مارس ديال الوداد؟ لا 8 مارس لا ما عرفتش. متعلق بالمرأة؟ عيد المرأة؟ عيد المرأة هي نصف المجتمع. حلو. هي بتكملني، هي الأساس تبعي. قلت لك أمي المرأة. لا تعرفي إنه هو يوم المرأة العالمي؟ كثير حبيت، يمكن ما عرفت لأنه هالفترة ما عم بفتح السوشيال ميديا. ترى فيها الأم، فيها الأخت، فيها بنتك. عالمي، والله زين هذا التاريخ يوم المرأة. المرأة شيء مهم بالنسبة إلينا، يعني العيشة بدون مرأة ما أكو شيء. شايفة إن مكانة المرأة كبيرة جدا، يعني ما فيش حاجة اسمها راجل وست، في حاجة اسمها أنا فرد من المجتمع. زي الواضح كانت واضح بالنسبة لا المرأة ولا الرجل، تشي واحد ما تحسنت الوضعية دياله، يعني غدا يعني تنسفلهم الله غدا وتتكفس الوضعية ديال الرجل والمرأة بجوجهم. حسنات بزاف، واحد النسبة اللي هي كبيرة مقارنة مع أيام، يعني السنين وأعوام اللي دازت. دابا كاين واحد التمييز كبير كتميز به المرأة بصفة عامة. فوق راسنا. اي والله. وبالنسبة لألك؟ بيلي هم حضرتك متزوج؟ ايه عندي 6 عيال. مرأة بالنسبة لي تحت راسي، هي كل شيء. هي كل شيء بالنسبة لي. ايه والله. ممكن تقولي كلمة للمرأة في يوم المرأة العالمي؟ او لا استمري وتشددي وتشجعي وما يهمكيش من اي حاجة، عشان احنا يعني احنا مش نص المجتمع، احنا المجتمع كله، احنا اللي بنجيب الرجالة. تحافظ على بيتها، تحافظ على أولادها، من هذا المنطق. بس انه هي بتبني المجتمع كامل، من ناحية انه هي بتبني المجتمع فهي الاساس. فاول شي بوجه شكر لاكبر قدوة الي واكبر محفز واكتر حدا هيك بيعطيني حافز وامل هو امي الدكتورة ازدهار جبر. كل المرأة العالم يفرعون ويتمنى يتزوجون باي شيء هم يتمناه يسوي لهم. على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. شكرا جزيلا.